بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والى ابد الابدين امين. في حلقه جديده ولقاء جديد من اسرتي الايقونه في الكنيسه، وتساؤل جديد عن مفهومنا المسيحي للحياه الجنسيه والغريزه الجنسيه. ولان الغريزه الجنسيه هي غريزه بتستخدم الجسد، والجسد هو اهم عنصر في استخدامها تحت سيطرة الروح والنفس، فهنا مهم أننا نفهم إيه نظرة المسيحية للجسد. هل المسيحية بتكرم الجسد أم بتحقره؟ لأن أحيانا التعليم الروحي بياخد فكر الشباب وبياخد فكر الإنسان إلى أن الجسد وكل ما يمت للجسد هو شر، هو خطية ونجاسة، وهذا عكس تماما المفهوم المسيحي للجسد. في القرن الرابع ظهرت بدعة اسمها بدعة ماني، يعني تحقر الجسد وتقول ان في امور روحية والامور الجسدية دي شيء خاطئ تماما، والكنيسة رفضتها تماما، وتعليم الكنيسة رفضها، وحرم ماني ده اللي كان بينادي بهذه الفكرة. لان الجسد في نظر حياتنا المسيحية هو الوعاء اللي بتعيش فيه الروح، وهو ايضا هيكل الروح القدس. معلمنا بولس الرسول يقول أم لستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل الروح القدس في كورنثوس الأولى 1:6، ومرة تانية في نفس الإصحاح كورنثوس الأولى 6 يقول ألستم تعلمون أن أجسادكم هي أعضاء المسيح، أجسادكم هي أعضاء المسيح. بالتأكيد أعضاء المسيح أعضاء طاهرة ونقية. ومرة تانية يقول كده في رسالة غلاطية صح 6 لأني حامل في جسدي سمات الرب يسوع. اذا جسد بولس الرسول او جسد كل انسان ممكن تتجلى فيه وتظهر فيه سمات الرب يسوع كما نراها في حياه القديسين وحياه الابرار على مدى تاريخ البشريه كلها من اول ادم لحد يومنا هذا. ايضا يقول معلمنا بولس الرسول في رسالته الاولى لكورنثوس 6 كل خطيه يفعلها الانسان هي خارج عن الجسد، لكن الذي يزني يخطئ إلى جسده. إذن الجسد في أصله هو خارج عن الخطية، لكن عندما يستخدمه الإنسان بطريقة خاطئة فهو بيخطئ إلى جسده. يبقى هنا مفهوم الجسد هو الجسم البضي اللي احنا يعني الفليش اللي هو الجسد الإنساني. لكن في مفهوم تاني للجسد في كتاب مقدس، وهو بمعنى الأهواء والشهوات التي تحرك الجسد وتدفعه للخطية. جسدي ده بيشدني للخطية، ده مفهوم تاني. بمعنى ايه؟ الافكار والاهواء والشهوات اللي في الانسان، ودي ايضا الكتاب المقدس وضح علاقتنا بيها وقال عنه ان هو الانسان العتيق الفاسد، وحذرنا من اننا نسلك حسب الخطية وحسب هذا الجسد او حسب هذه الشهوات. وبكده يبقى مفهوم الجسد في بعض الايات بيعبر عن الأخطاء والشهوات التي يقع فيها الإنسان، وإحنا بنقرأ الكتاب المقدس لازم نفرق بين المعنيين. فمثلا لما يقول في رسالة غلاطية إصحاح 5:19 يقول أعمال الجسد ظاهرة التي هي زنا وعهارة ونجاسة وغيرة وحسد وهكذا، هنا يشير إلى الأهواء والشهوات بتاعة الجسد. لكن لما يتكلم على ان جسدكم هو هيكل الروح القدس بيتكلم على الجسد الانساني في حاله النقاوه والطهاره والبر التي تؤهلنا ان احنا نكون هياكل الروح القدس. لما ربنا يسوع يقول كل من نظر الى امراه ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه، يبقى هنا النظر هو عمل جسدي، والشهوه في قلب دي عمل نفسي وروحي. يبقى أصبح الجسد هو وسيلة للسقوط في الخطية وفي الشهوة، لكن الجسد في ذاته هو مكرم ومقدس. عشان كده معلمنا بولس الرسول يقول كده الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات، وهنا يقصد الجسد بمعنى الأهواء والشهوات، صلبوا هذه الشهوات فانتصروا بالنعمة. الذين هم للجسد قد صلبوا كانوا ممكن صلبوا الطبيعة الفاسدة اللي ممكن. مرة تانية يقول في رسالة الرومية صح 8 الذين هم من الجسد لا يستطيعوا أن يرضوا الله، أما أنتم
فلستم في الجسد بل في الروح. وهنا فرق بين سورة ولاد ربنا، عشان كده هو يقول أقمع جسدي واستعبده، وهنا بيعطي فرصة للروح إنها تسمو على شهوات الجسد. إذن الكنيسة والكتاب المقدس كرم الجسد الإنساني إنه يكون هيكل الروح القدس، وأيضا هذه الفكرة وهذا الإيمان بيجعلنا ننظر إلى أعضائنا الجسدية التناسلية وإلى الجسد والجنس كوسيلة مقدسة ممكن الإنسان يستخدمها بطريقة مقدسة. الجسد مكرم في الكتاب المقدس وفي حياتنا الروحية عندما نحافظ على هذا الجسد إنه يكون وعاء للروح النقية، وأيضا يكون هيكل للروح القدس، فيصير الجسد هو كرامة وعطية نعيش فيها بفرح وبقوة، ولا تسيطر علينا أهواء وشهوات الجسد. وإلى إلهنا المجد دائم أبديا آمين.